بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا وفرج همومنا يا أرحم الراحمين. أشكر لإخواني وسادتي في هيئة علماء المسلمين بالعراق هذه الثقة التي وضعوها فينا لنقدم جانباً من جوانب إسهامات علماء العراق في العصر الحديث في خدمة الثقافة ونشر تراث الأمة. وإن الحديث عن جهود علماء العراق في تحقيق التراث وإخراجه والعناية بالتأليف والنشر يشكل صعوبة لكبيرة من وجهين. الأول، أني مسلم جزائري حديث السن والأسنان، لا تسعفني تجربتي مع التراث أن أطلع على كل ما كتبه جهابذة علماء العراق، وأن لي ذلك، ولم ييسر الله لي زيارة هذا البلد الطيب لأطلع على مكتباته وخزائنه وجامعاته ودور الثقافة والتراث به. وقد عاث الاستدمار الأمريكي الصهيوني والطائفية القبيحة والسياسة العمياء فساداً ونهباً وإحراقاً في الموروث الحضاري العراقي، وإلى الله المشتكى. العامل الثاني، الامتداد التاريخي الكبير لعلماء العراق وحضارتهم الضاربة في عمق التاريخ، والقصور الذي نجده نحن المغاربة في تتبع جهود العراقيين في شتى مجالات المعرفة، لولا أن يسر الله لنا سبل الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة واحتكاكنا في بعض المجامع برجالات هذا البلد المبارك وعلمائه الأخيار، خاصة في مجالات خدمة التراث وتحقيقه والدعوة إلى الله عز وجل، ولولا ذلك لما وصلنا من خبرهم شيء. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، تجدونني أنحت في الصخر وأسبح في اليم بعدة وعتاد متواضع لا ينجيني من الغرق في بحر علوم وإنجازات رجالات العراق وأفضالهم على العرب والمسلمين والإنسانية جمعاء. فأقيل عثراتي واستر عوراتي وأسعفوني بالنصح والإرشاد، عزائي في ذلك محبتي لإخواني من أهل العراق، وهم يذوقون ويلات الاحتلال ومآسي التهجير والإبعاد والحرمان عن من الوطن والأحبة والإخوان. فبحثي كما أحببته أولاً أو أردته هو جهود علماء العراق في خدمة التراث، إلا أن اللجنة العلمية الموقرة القائمة على الملتقى اختارت لي جزئية أو نصحتني بجزئية، يعني بعد التشاور، في الفهارس والأثبات والكشافات والمعاجم والمجلات التي تخدم التراث الإسلامي. فسأعطيكم مجموعة من النماذج للكشافات. أولاً أبدأ بالفهارس والكشافات. فمن النماذج التي كتبها العراقيون في هذا الباب، أولاً المخطوطات المصورة في المكتبة المركزية ببغداد، أعده الدكتور حسن رضا النجار، وضم أو بلغت عدد مصورات من المخطوطات حوالي 973 مخطوط، ويشمل أو يشتمل على 103 من المواضيع. النموذج الثاني، مخطوطات المجمع العلمي العراقي دراسة وفهرسة للأستاذ مخايل عواد، فقد كلفه المجمع لاطلاعه على المخطوطات وكفاءته العلمية وصبره الطويل بفهرسة مخطوطاته، فقام بوصف حوالي 735 مجلداً مخطوطاً قوامها 1013 كتاب ورسالة. والكتاب هذا أنا وجدته موسوعة علمية، فما ترك مخطوطاً إلا قام بترجمة صاحبه والتعريف به. فأي واحد يريد أن يحقق مخطوطاً فهذا الكتاب يفيده كثيراً، يعني علم ومعرفة وإحاطة بصاحب أو بأصحاب المخطوطات. حتى قال عن هذا الفهرسي أو الفهرس: إن من يرغب في تحقيق أي مخطوط من هذه الخزانة ونشره فلا يكلف نفسه تهيئة دراسة بشأنه، فسيجد في هذا الفهرس المستفيض ضالته المنشودة. كذلك من بين النماذج الآثار الخطية في المكتبة القادرية في جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد من إعداد الدكتور عماد،
عبد السلام رؤوف، وهو في جزئين، وذكر حوالي 1544 مخطوط، وهو وصف أو فهرس وصفي شامل للآثار الخطية الموجودة بهذه الخزانة. كذلك من بين النماذج، قبل أن نذهب إلى، في عدنا خزانة مخطوطات إبراهيم عطار باشي المهداة إلى دار صدام، أعده الأستاذ أسامة ناصر نقشبندي، وعدنا فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد من تأليف الأستاذ عبد الله الجبوري أمين مكتبة الأوقاف ببغداد. كذلك من النماذج التي وقفت عليها فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف بالموصل إعداد سالم عبد الرزاق أحمد، وهو يتكون من 9 مجلدات، 9 مجلدات كبيرة في مختلف يعني مختلف المخطوطات التي تحوي هذه الخزانة. هناك كذلك مجموعة من الفهارس الأخرى كفهارس المخطوطات السريانية في أبرشية دير مارمتة بنينة والعراق، مخطوطات الخزانة العزية في بغداد تأليف عزيز العلي العزي، فهرس وصفي لمخطوطات مكتبة كلية البنات جامعة بغداد تأليف الدكتور رزوق فرج رزوق، وفهرس مخطوطات دير الآباء الكرمليين ببغداد، مخطوطات الأعشاب الطبية في خزانة مكتبات العراق لهدى شوكة بهنام، وهناك أدلة وفهارس كثيرة يعني أقتصر على بعضها. ننتقل بعد ذلك إلى كشاف المخطوطات والأدلة المعرفة بالنفائس والنوادر، فنعثر على أقدم أو كتاب أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم منذ صدر الإسلام حتى 500 هجري الموافق لـ 1106 ميلادي من تأليف كركيس عواد عضو مجمع العلمي العراقي. كذلك يعني عندنا جمهرة المراجع البغدادية، وهو فهرس شامل بما كتب عن بغداد منذ تأسيسها حتى الآن جمعه الأستاذ كركيس عواد. كذلك من النماذج المخطوطات التاريخية في خزانة كتب المتحف العراقي ببغداد من إعداد نفس الأستاذ كركيس عواد، وكتاب خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى سنة 1000 للهجرة من تأليف كركيس عواد، وقد دعاه إلى كتابة أو جمع هذا الكتاب هو استقصاء ما انتهى إليه من أخبار تلك الخزائن منذ أقدم العصور حتى الآن. المجلات التي ربما مجلات كثيرة، أنا لا أخفيكم سرا أني مع مجلة المورد يعني كأني أصبح في بحر طويل، تتبعتها من أولها إلى آخر أعدادها فأرهقت كثيرا يعني، فتمنيت لو أنه كانت مداخلتي حول مجلة المورد، ولا أستطيع أن أوفيها حقها، فهي من المجلات يعني الرائدة في خدمة التراث والمخطوطات في العراق وحتى في العالم العربي والإسلامي. يقول عنها الدكتور محمود الطناحي وهو من المحققين المصريين، وعن وزارة الثقافة والإعلام صدرت مجلة المورد، وهي مجلة تراثية فصلية تعالج شؤون التراث وقضاياه وتنشر من نصوصه ما تطيقه طبيعة المجلات الفصلية، وتعد هذه المجلة أرقى مجلة عربية تعنى بشؤون التراث منذ ظهور الطباعة العربية إلى يوم الناس هذا. وحسبها فضلا ورفعة أن شيخ العربية محمود محمد شاكر أهدى إليها كتابه برنامج طبقات فحول الشعراء الذي نشر في صفحاتها. صدر أول عدد أو العدد الأول والثاني منها سنة 1971، وتوالى صدورها إلى زماننا، وفيها أقلام كثيرة. أنا قمت يعني بجدول أحصيت فيه المقالات المتعلقة بالتراث، حيث كان هناك محور للأبحاث والدراسات التراثية، ومحور للنصوص التراثية، ومحور لفهارس المخطوطات، ومحور لعرض ونقد وتعريف، وذكرت يعني عدد المقالات التي كانت في كل محور من هذه المحاور لأعداد بعينها، يعني سنة 1971، 73 و74. وكانت بين الحين والآخر تصدر أعداد خاصة
يعني بالمتنبي مرات تصدر بمثلا بالخط العربي الإسلامي، فكانت تصدر أعداد خاصة بمواضيع معينة. عندنا مجلة التراث الشعبي، وإن كانت يعني ليست متخصصة في المخطوط ولكن من باب التراث، لأنه التراث عندنا التراث المادي والتراث غير المادي، كذلك من أقدم المجلات ولعلها الرائدة في العالم العربي والإسلامي وحتى في العالم الغربي، مجلة سومر التي تتعلق بالتاريخ والآثار، ولقيت اهتماما كبيرا من طرف المختصين في العالم العربي والإسلامي. كذلك عندنا مجلة المسكوكات العراقية، وهي مهتمة يعني بالمسكوكات أو بالقطع النقدية، صدر أول عدد منها سنة 62. عندنا مجلة كذلك مجلة التراث العربي، وقبلها مجلة آفاق عربية، وكذلك مجلة إحياء أو مركز إحياء التراث العربي في جامعة بغداد، وهي كذلك من المجلات الرائدة في العالم العربي والإسلامي لنشر التراث. وهناك مجلات أخرى يعني لم أتطرق لها، فقط في عنصر أخير جهود علماء العراق في خدمة التراث من خلال كتب مناهج التحقيق وطرائقه وقواعده، فنجد أن المكتبة العربية والإسلامية قد يعني استفادت من عدد كبير، لعلهم كانوا من الرواد في تحقيق التراث، الدكتور الأستاذ هلال ناجي محاضرات في تحقيق النصوص، الدكتور بشار عواد معروف تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وإصلاح الرواة والنساخ، وله كتب كثيرة ومحاضرات في هذا الشأن. كذلك الدكتور مصطفى جواد له محاضرات، الدكتور مصطفى جواد ونشرت باسم آخر أصول التحقيق وتحقيق النصوص. الدكتور صالح أحمد العلي ملاحظات حول اختيار المخطوط وإعدادها للنشر، والدكتور طه محسن في أصول التحقيق العلمي وطبع النصوص، الفاضل عثمان وتوفيق النقيب المخطوطات العربية تحقيقها وقواعد فهرستها، كذلك منهج تحقيق النصوص ونشرها للدكتور نوري حمود القيسي، أسس تحقيق التراث العربي ومناهجه، وهو نص التقرير الذي وضعته لجنة مختصة في بغداد في 2021 أيار 1980، إلى جانب عدد يعني لا يستهان به من الكتب والمؤلفات التي تعلمنا قواعد التحقيق. في الدقيقتين المتبقيتين لي أقول في خاتمة هذا البحث، لا يسعنا ونحن نختم بحثنا حول جهود علماء العراق فيما يخص خدمة التراث في باب الفهارس والأثبات والمعاجم والمجلات، أن جهود علماء العراق والباحثين من أرض الرافدين أن نسجل مدى الإعجاب والانبهار بالرصيد الثقافي والعلمي الذي خلفته حضارة بلاد الرافدين، وإن كنا قد ركزنا في بحثنا على جانب ضيق من إسهاماتهم في خدمة التراث من خلال الفهارس والكشافات وتأسيس المجلات ونشر المقالات المعتنية بالتراث والمخطوط، فإن أفقا واسعا وشاسعا فتح أمامنا، وذلك من خلال ضرورة التركيز على تاريخ العراق في جميع جوانبه العلمية والثقافية والسياسية من أجل الاستفادة من هذا الموروث الضخم، حفظاً لذاكرة العراق وأهلها من الضياع رغم المحن والإحن والمنغصات التي يمر بها تاريخ العراق المعاصر. أيها السادة، إن الشعوب الضاربة في التاريخ لا تموت بين ليلة وضحاها، حتى إذا وهنت وضعفت جعلت من هذا المدد الحضاري والشهود العلمي سبباً للرقي والازدهار، ودونكم الأيام الحالكات والسنون العجاف المقفرات التي ضربت أمتنا وحضارتنا ما كانت تزيد المسلمين إلا تمسكاً بدينهم ورجوعاً لأوطانهم بالبناء والازدهار. نسأل الله عز وجل لنا ولكم السداد والتوفيق والصواب، ورد لأهل العز عزهم ولأهل الكرامة كرامتهم، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.